يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تدفئة ماء زمزم وإصلاح الشاهي به؟ ما في مانع، هو ماء من جملة المياه التي أباحها الله لنا، إلا أن العلماء ذكروا أنه يكره أنه تغسل به النجاسة أو يستنجى به، يكره ذلك من باب احترام هذا الماء المبارك، أما استعمالاته في غير الأوساخ فلا بأس بذلك، لا بأس بالطبخ به وجعله في الشاهي، ما في مانع شربه. نعم.